وقت مروان يكشف حقيقة سكنه مع أسامة مروى برهم يعطي تلميح عن مفاجأته وبرنامج نورمار. شاهد المزيد من التفاصيل. قام اليوتيوبر نورمار بإطلاق برومو برنامجه الجديد الذي سيعرض على قناة الآن، ولحد الآن نورمار لم يكشف أي تفاصيل عن هذا الموضوع، وهل سيستقبل من خلال هذا البرنامج يوتيوبرز أم لا؟ رأيكم بخصوص هذا الخبر؟ ظهرت اليوتيوبر ريما الأسطى مع برهم معراوي، وهذا الأمر جعل أغلب المتابعين يشكون بأن ريما هي بدورها ستنضم لمفاجأة برهم معراوي. رأيكم بخصوص هذا الخبر؟ عندنا حرب هنا بين باشا والأستاذ أشرف. أول ما أجا قال لي باشا كتير لطيف ما في منه. قليل ذوق ليك كيف عم يعامل الضيوف. حلو. بده يردها ما بيصير. شو ريما؟ فظيع. شو حلو. ظهر غيث مروان اليوم بعد مغادرته لمنزله مع محمد مشرب، وأكد غيث مروان أنه لحد الآن لا يزال متشردا ولم يجد المنزل المناسب له. وأيضا سيقوم غيث مروان اليوم بنشر فيديو سيتحدث عن تفاصيل هذا الموضوع. وأيضا هناك من يتوقع أن غيث مروان سيقوم بالسكن مع أسامة مروى، وهذه الاحتمالية تبقى ضعيفة. واليوم سيقوم غيث مروان بتأكيد هل هذا الخبر صحيح أم لا. رأيكم بخصوص هذا الخبر؟ طب أنت مشرد ليه مشرد لي معك؟ نكون احنا بالشارع يا اخوان. لازم مع بعض نكون، يعني عيش عيشة فل ينموت احنا الكل. ينموت زي الفل. ينموت زي العيار. شلون تشرب؟ شاي. شرب؟ حبيبي. الجو بده شاي للصراحة، رشة بدر، تكون ممتعة. وين؟ عازمك على الغداء. والله حسابك؟ والله عازمك على الغداء. بس ليك؟ مش بعدين تجي تقول لي مصاري ما مصاري. انا اعزم لك. رجع. لا اذا بدك تزلني علي لا بلاها. لا والله لا اذا بدك هلا تبلش فيها. والله ما راح زلك. لا بقى واضح انه بدك تزلني. اذا المصاري تفرق بيننا خرا عليك وعلى المصاري. ايه ما بدي عزومه. ايش فيكم العزومه؟ هي عازمك على الغدا. خلص لا بلش. شو عم تزلني؟